وفي جولة بسوق السيارات المستعملة بولاية غردية التي تشهد أسعارها ارتفاعا جنونيا، ابتكر السماسرة طريقة للدفع بعملية البيع والشراء، وذلك بانتهاج أسلوب وهو أسلوب المقايضة. وتفاصيل الموضوع مع عاصم بخاري وحمد عودي. ركود كبير يشهده سوق السيارات المستعملة بغردية بسبب المضاربة التي رفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة، أرجعها البعض إلى انتهاج بعض الباعة لأساليب ملتوية. تجي للسوق تلقى سومازي تخلص ويقول لك عطاو في طونوبيل 150، كي تخرج برا تروح تعاود تساومو فيها 140 ولا 135 يبيع لك. تسمى دروك اللي يبيع خايف، اللي يشري خايف. كما اليوم على ما اظن نشوف الاسوام شويه تفاوت، كما هذه كانت في وقت ما كانت تدير واحد 75 80، راهي قال لك عطاوني 95. ارتفاع ياسر 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 كاع، مادام مدرك ساكننا لي ميزون تاعنا ما كانش عندكش فاش تشري. معول باه نشري سياره، ولكن السيارات لقيت الارتفاع نتاعها يعني اللي نجي نواعدها يقول لي 180 190، يعني المواطن البسيط ما عادش باش يشري السيارة. وضع حتم على بعض السماسرة انتهاج أسلوب المقايضة في عمليتي البيع والشراء، أين يتم تحديد سعر خاص للسيارة ليتم استبدالها بسلع أخرى. دراهم عند الشعب ما كانش، قال أنت عندك كروسة دير 200 مليون، عندي دار دير 300، هاي كروسة 200 وزيدني ال 100 ذيك، تفهمنا؟ كاين اللي يعودوا بار فاسيليتي. زحق لك 100 بار فاسيليتي درهم، انا قلت لهم بدل لك اللي تفاهموا في دار ولا جدار ولا دار ولا ارض والله كيما حب. يبقى تنظيم سوق السيارات المستعملة في ظل عدم وجود أطر وقوانين تحدد سعرها هو خير طريقة لتمكين المواطن البسيط من اقتناء سيارة مستعملة، على الأقل في ظل العشوائية التي يسير بها سوق السيارات المستعملة بالولاية.